تبحثين عن إطلالات صيف مميزة بمجوهرات راقية، إليك مجموعة أنجلينا، أحدث إصدارات دار مجوهرات لابيلا الإيطالية، والمستوحى من أجنحة الملائكة البيضاء التي ترمز للحرية والانطلاق. تتوفر المجموعة بالأحجار الكريمة والألماس والمصنعة بالذهب الوردي. إليك التفاصيل. عقد أنجلينا الناعم مصنوع من الذهب الوردي عيار 18 قيراط ومرصع بالألماس، ويأتي بسعر 3000 دولار أمريكي. وللمناسبات المميزة يمكنك ارتداء تشوفر أنجلينا الرائع المرصع بالألماس بالكامل، أو يمكنك اختيار شكر المرصع بالأحجار الكريمة مثل حجر الملكايت الأخضر أو المرصع بالمودر أوف بيرل، ويأتي بسعر 16000 دولار أمريكي. ولإكمال الإطلالة يمكنك اختيار الخاتم والمتوفر بسعر 2500 دولار أمريكي، ويمكنك تنسيق سوار أنجلينا مع الخاتم والمتوفر بسعر 6000 دولار أمريكي. ولا ننسى أقراط أنجلينا المرصعة بالألماس لإطلالتك اليومية أو حتى للسهرات، والتي تتوفر بسعر 3000 دولار أمريكي. تتوفر مجموعة أنجلينا في بوتيك مجوهرات لابيلا المتواجد في دبي مول فاشن أفينيو. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا thejewelrytales.com.